بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على محمد بن عبد الله. والحقيقه انا قبل ما ابدا يعني انا اوجه شكر خاص للدكتور محمد به الاشهر، وهو يعني شكر يعني ممزوج بالاعجاب بصراحه، يعني I'm really impressed. يعني طبعا ان هو البنها اونلاين تيتشنج كورسز او موديول تيتشنج اند تريننج كمان، يعني حاجه دلوقتي اعتقد ان هي نيشن وايد، اتس ليدنج بروجكت بقى لنا 6 7 شهور وحاجه صراحه. الاستمراريه دي حاجه يعني الواحد لابد ان يعجب بيها، وانا يعني اشكره على ان هو بنفسه حريص على التواصل وحريص على التفاعل وحريص على ان احنا نشارك. شكر طبعا دكتور احمد بيه الشيخ، ويعني روح بقى الشباب، لازم في شباب لان الثلاثه التانيين عواجيز. دكتور محمود بيه حافظ يعني الاخ الاكبر الاستاذ الفاضل، واللي دايما الواحد ما بيقابلوش الا ما يملأه التفاؤل والطاقه الايجابيه، فانا بحب اسمع صوته واشوفه عشان دايما ضحكته كده والتفاؤل، ودايما مشاريع وبروجكتس وحاجات زي كده. وطبعا صعب ان انا اتكلم بعد دكتور محمود بيه حافظ، ولكن يعني اي ويل تراي. من حسن الطالع ان احنا النهارده ليله الجمعه، فيعني حتى كمان وقت هنتكلم في وقت مبارك، وان شاء الله مش هنعدي الساعه 12 عشان نظل في ليله الجمعه. انا اللي انا هتكلم فيه طبعا هو جزء من التروما، وزي احنا شايفين من الصوره دي، اعمل نيل اعمل بليت اعمل وات ايفر يو لايك، المهم كيب everything از جرين، يعني يو هاف تو يعني كونسيدر ذا بيولوجي. لو ده حصل الشمس بقى هتشرق ومش عارف ايه والميه هتيجي وكل حاجه هتبقى تمام. انا هتكلم عن الاكيوت كومبارتمنت سيندروم، وزي احنا شايفين في الصوره دي يعني دي البدايه ودي النهايه، something big something grave. الحقيقه يعني في اسوأ من كده، في اسوأ من كده عن الصوره الثانيه دي، يعني if you cannot recognize if you don't act promptly you will end up with the arm chopped like that. طيب يعني ايه علاقه ده بمحاضره الدكتور محمود بيه حافظ؟ طبعا علاقه كبيره. الدكتور محمود بيه بيتكلم عن اللي هو البولي تروماتايزد بيشنت او السيفيرلي انجر بيشنت والاي تي ال اس بروتوكولز، فهو في البرايمري سيرفي يو ار سيفنج ذا بيشنت لايف. طيب انت في السكند سيرفي يو ار سيفنج ذا بيشنت ليم من الهيموريج او من الكومبارتمنت سندروم، لان الكومبارتمنت سندروم ده ممكن يبقى موجود كتير قوي 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 في حالات سيفير تروما او البولي تروماتايزد بيشنتس او حاجه زي كده. انا طبعا ما عنديش اللي هو الابداع بتاع الدكتور محمود، فانا راجل تقليدي this is the map of my talk I will go يعني definition then anatomy then at risk patients. طب مين اللي جالهم compartment syndrome acute compartment syndrome؟ هل كلهم حالات تروما والفراكشر تيبيا والسوبراكوندر هيومرس، ولا في حد تاني؟ وطبيعي ان احنا هنتكلم على الباثوفيسيولوجي والبرزنتيشن اسسمنت، يعني ازاي انا اعرف ان ده compartment syndrome، ازاي ان انا اقول هل ده definite ولا مش definite، طب هنعمل ايه، مين اللي هيقول كده، وفي النهايه هنتكلم عن الفاشل. يعني باي ديفينيشن يعني اتس ا كلوزد كومبارتمنت كلوزد سبيس اند يو هاف جوت ذا بريشر يعني انكريزد انسايد ات تو ذا بوينت ذات ات ويل كوز ان ريفرسبل دامج تو ذا كونتنتس اوف ذيس كومبارتمنت. سو هي اتس ا بريشر ايشو، بريشر يعلى جوه كومبارتمنت ات ويل جبردايز ذا ماسلز اند نيرفز. A little bit of anatomy. احنا الابر ارم فيه 3 compartments، الفور ارم 3 compartments، الثاي 3 compartments، leg في عندنا 4 compartments لان البوستيريور compartment superficial only. At risk patients طبيعي في الفراكشرز، ونخلي بالنا ان هي open fractures و closed fractures. Sometimes يعني as a common sense it's an open fracture فانت تقول ايه the fracture hematoma is connected. No. Still in the open fractures you can end up with this catastrophic compartment syndrome. وزي احنا شايفين بالذات في التيبيا والفيمر والسوبركوندر هيمرس والبوث بون فور ار. في الاوستيوتوميز في بروكسمال تيبيا هاي تيبيا الاوستيوتومي، في الكراش انجريز تايد دريسنجز اور كاس. يعني مش لازم دايما في فراكشرز، ممكن يكون بس هيمرج او في البيرنز او في البرونج ديبندنسي وذاوت بوزيشن تشينج، او في حاجات الري انفيوجن ري بيرفيوجن لما انت تجيب الفاستر ويعمل لك ريبير ويعمل لك، انت خلي بالك بعد الموضوع ده، وممكن بس مجرد من operating room position you end up with a compartment syndrome. So you have to be a little bit cautious. It's not always with fracture. The pathophysiology, yeah, this pressure in the closed compartment will rise up to the point that, you know,
the microvascular circulation of the muscles and nerves will stop in this compartment. يعني نخلي بالنا احنا مش بنتكلم عن arterial circulation، ما بنتكلمش عن acute ischemia، ما بنتكلمش عن DVT، ما بنتكلمش عن venous، مش macro circulation، it's microvascular circulation. الكابيلاريز، الليفل بتاع الكابيلاريز. فانت ممكن تبقى لسه حاسس البالس، مفيش مشكله خالص، بس الفكره كلها في البرفيوجن، في الكابيلاري ريفيل. طيب عندنا definitions، ايوه الديفينيشن لما التيشو بريشر rises to 30 مليمتر مركي of the diastolic pressure the perfusion of both the muscles and nerves is compromised and this means ischemia. نبص بقى على الصور دي، يعني احنا عندنا في increase volume or increase pressure. جميل، ممكن يجي من external pressure، increase volume يجي من الإديمة الترانسوديت او من bleeding. الإديمة دي ممكن تيجي من الالكترايت disturbance والبليدنج يجي من اي انجري. المهم كل ده هيزود الفوليوم جوه الكومبارتمنت، يزود البريشر، نوصل لفين؟ للهايبوكسيا. هايبوكسيا تعمل اديما، تعمل نفضل في هذه السيركل اللي مش هتنتهي. ده نورمال، نورمال يعني عندنا الكومبارتمنت تقريبا البريشر فيها زيرو او اقل من 10. عندنا اللي هو البلد بريشر 120 80، هنقول دريفن فورس يبقى 85. فاذا انا بتكلم عن فرق اكتر من 70، يعني عند الارتري وعندي هنا الفين الفرق بينهم من بعض اكتر من 70. لو شفنا ال 85 من ال 10 ده كويس قوي. في حالات الليمب انجري زي ما احنا هنقول برضو اللي هو الجري دي 80، بس انا عندي هنا بقى كام؟ بقت 60، لان عندي فيه انجري الكومبارت بشر عالي، فالدريفن الجريدنت هنا قلت بقت كام؟ بقت 20. هي هنا نورمال اللي هي 80 بس بقت اقل من 20، ده معناها البرفيوجن هيقف. في الهايبوتنسيف بيشنت ستيل عندي هنا 10 بس هنا نزلنا 60 على 40. صحيح هنا البريشر 35، بس دايما احنا في الهايبوتنسيف بيشنت بنقول ايه؟ ده البرفيوجن قل، ده في كولنس، في الحالات بقى اللي انت يو هاف تو بي فيري كيرفول اباوت ات. الحالات اللي الدكتور محمود بيتكلم عليها عيان هايبوتنسيف بوليتروماتايزد وفي عنده ليمب انجري، دلوقتي مشكلة. أنا عندي هنا الجريدنت 45 وده طلع 60، ده اتعكست بقت بالماينس، فايفريثينج ويل ستوب. فعشان كده احنا بنقول في الأول لازم الفلويدز ولازم 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 لازم تو ريستيت بيشنت تو سيف ذا لام. احنا خلي بالنا دايما احنا بنتكلم، مش بنتكلم عن أكيوت اسكيميا، مش بنتكلم عن أرتيريال اسكيميا، بنتكلم عن مايكروفاسكولار اسكيميا، بنتكلم عن كابيلاريز. الماسلز تقدر تتحمل لحد 8 ساعات، بعد كده بدأنا في مشكلة. النيرفز ديت 4 ساعات، 4 ساعات وبعد كده نبدأ في مشكلة. فلازم ناخد بالنا إن إحنا يو هاف تو ورك برومبتلي. برزنتيشن إتس بين، ذن بين، ذن بين. سو أنت بتشوف العيان ده إيه؟ سيفير بين أوت أوف بروبورشن تو ذا إنجري. ولما تيجي أنت تو بالبيت هيز ليج، وين يو أر تراينج تو فيل هيز ليج، هيز يو نو موست ريزيستنج يو. يعني إتس فيري 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 سور. So the key history is extreme pain. خلي بالك يعني هو بدافع الإنسانية احنا نقول ايه the patient is not allowed to have pain. لا، انت شفت حتى طول حبيبي هو بيتكلم في الـ ATLS مش قاعد بيتكلم عن الـ analgesics، لا بيتكلم عن حاجات تانية. خلاص العيان عنده ما يكفيه من المشاكل، سيب الـ pain عشان to guide you about this compartment syndrome. So don't over do it. Physical examination طبعا look, feel, move, special test. Again, لما نيجي نقول special test, it's pain. It's extreme pain on passive flexion or extension. انت لما بتحرك المسلز دي بتزود البريشر في intracompartmental pressure, the pain بيزيد. This is a sign of impending compartment syndrome. Even for physical examination, when you are passively moving his toes or fingers, it's pain. وبالتالي لما احنا نيجي نتكلم عن الكبار سندروم انا بتكلم عن كلينيكال سسبشن، وهو كلينيكال سسبشن ده معتمد على البين اوت اوف بروبورشن تو ذا انجري اند بورلي كنترولد باي ناركوتكس اور انجيكس بين وذ باسيف ستريتش اند وين يو ار تراينج تو فيل ذيس كومبارتمنت اتس فيرم اند تندر. لو انت حسيتها مره مش هتنساها، هي مش بتبقى فيرم حقيقي، هي بتبقى هارد، بتبقى زي روك سوليد. انما انا متعمد ما اقعدش اقول بقى البين والبالور والبالسلسنس. If you are waiting for this, you are actually waiting for prosecution. You are waiting for the 6P. So when it's a 5P's, it's a wrong rule. It's only 1P, pain and pain and pain.
طب لو موضوع بين، فاحنا لازم ناخد بالنا بقى من اوفر سيديشن، ناركوتكس، الريجنال انستيتكس سواء في بوست انجري او بوست اوبريتيف، ناخد بالنا من انكونشس بيشنت او من الاوبن وونز، لان معنى ان الاوبن وون موجود it doesn't exclude the potentiality to have a compartment syndrome. احنا يعني في الريال لايف سيناريو خلاص احنا عملنا اسسمنت، عايزين بقى ناخد ديسيجن. اول حاجه عندي نو ايفيدنس اوف كومبارتمنت سيندروم، بس العيان فيه بين باي فالف ذا كاست ريموف دريسنجز داون تو ذا سكين، وهنيجي دلوقتي نقول ليه. لمب الفيشن اوف ذا هارت ليفل اند اوبزرف عيان ديفينيت كومبارتمنت سيندروم، هنعمل ايه؟ immediate fasciotomy to save his leg. كلمة fasciotomy دي كلمة بتقال بسهولة بس هي حاجة كبيرة أوي. And we'll come to this in a second. نيجي بقى في النص. معظم الحالات، يعني معظم الحالات أنت ما أنتش عارف، هو أصل العين كلهم بيصرخوا والعين كلهم تيجي to feel يعني very very sore، ولما تيجي ما هو مكسور أو. If it's probable, if it's possible, potentially, I've got a compartment syndrome. طب تتأكد إزاي بقى؟ You have to measure the pressure within the compartment. ولازم كده نشوف احنا نقدر ازاي نقيس البريشر في الوضع اللي احنا فيه. الوضع انا بسال الدكتور محبي او بعلق فيقول لي تعليق ظريف جدا، معظم المستشفيات ما فيش فيها كذا، فمفيش داعي ان احنا يعني تو ميك ا بيج ميل اوت اوف ات. فنفس الحكايه، في حد عنده في المستشفى بتاعته اللي هو المانومتر ده؟ احنا عندنا في المنصوره في مستشفى الطوارئ موجود البريشر مانومتر، بس اتس نوت، لما تيجي تستخدمه اتس نايت مير، العين بيحرك رجله وانت اللي بتتحرك بيصرخ وبيشد، ولازم تحطه مش عارف الليج الهارت ليفل وده مش عارف ايه. فهنشوف ازاي احنا نقدر نقيس الكومبارتمنت بريشر بسهوله وببساطه كده عشان نقدر نفيد العيان. It's a very important slide. هو ايه بقى موضوع ان انت يعني you have to spread the cast. Not only to spread, to spread the cast. يعني انت دايما السينيور يقول لك شيل كده سنتي او 2 سنتي ويقول لك you have to see the skin. ليه؟ ان احنا عندنا لما انت just spreading the cast you take the pressure down by 35%. One third of the compartment pressure will go only by spreading the cast. If you spread and the spread the cast يعني تبعده عن بعضه او تشيل سنتي كده او 2 سنتي you have got a decrease up to 65% of the compartment pressure. And if you split the dressings down to the skin you gain 10% more. This is very important. And you have got the reference for the compartment pressure measurement. احنا نقدر احنا انت تعمل you can in the A&E very simply you can set a maneuver do it yourself or if you have got an electronic device to measure it should be fine. ده الوايت سايد مانوفر، انت مش محتاج حاجه خالص، انت محتاج بس يعني 3 واي ستوب، مفيش مشكله بس مفيش اكتر من دي. ومحتاج اللي هو السفيجمانومتر ومحتاج سرنجه وابره جهاز محلي. خلاص يعني اللي هو 3 واي كانيولا دي انت في الناحيه هتوصلها للسفيجمانومتر والناحيه لابره المحاليل وايد بور، يعني وايد بور نيدل 18 جيج او حاجه، والواي الثالث انت حاطط فيه اير، يو بوش ذا اير انسايد ذا كومبارتمنت انتل يو فيل ا ليتل بيت اوف ليك، ذيس از ذا بريشر. فيري سمبل، دو ات. بس ده طبعا المانومتر نو بروبلم، وزي ما انت شايف انت بتحطه ببلاستر كده عشان يبقى ثابت، السلك ده بيتحرك بيديك قاءات مختلفه. بس خلي بالك انت بتقيس فين؟ لازم تقرب من فراكشر، لان كل ما بتقرب من فراكشر ده البريشر الحقيقي. انما وما تقلقش العيان عنده ما يشغله، يعني شكه الابره دي مش هتعمل له مشكله، حاول جاست تو جو ديب وذ يور نيدل داون نير تو ذا فراكشر عشان تاخد الماكسيمم بريشر اللي انت محتاجه. نيجي للفاشوتومي. طب الفاشوتومي ده بقى يعني احنا موضوع كبير وعايزين نعمل ايميل فاشوتومي، يعني in these days يعني do you have got يعني any role for clinical judgment? Yes. But this judgment should be done by a senior. If a senior and he say this is evolving compartment syndrome and do immediate fasciotomy, do it. Or you have got the what's called the golden equation. لما عمل equation دي مارجريت ماكوين وجيمس كورت براون كان يعني موضوع عامل يعني قلبان كبير قوي الايكويشن دي، لان هم قدروا ان هم يعملوا ايكويشن للي احنا بنعمله كلينيكلي. فلما دايستوليك بلاد بريشر لما انت تشيل من الكومبارت بريشر لقيت الموضوع وذن 30 ملم ميركري دو فاشوتومي، واحنا قلنا الكلام ده في الديفينيشن. الفاشوتومي از ا بيج ثينج. اول ما اقول فاشوتومي ذا فيرست ثينج تو بوب اوت تو يور مايند ان انت هتفتح الكومبارتمنت، لا
انت هتفتح الكومبارتمنت، you have to stabilize the fracture if there's any fracture, and then you take the patient back to the OR for definitive cover and definitive stabilization. But it's, you know, it's a big process. It's like, you know, you are treating with an open fracture, with, you know, with some sort of vascular compromise, some sort of contamination. It's a little, something very big. طيب الفاشيوتومي نعمل فاشيا only or fascia with the skin. لما بتعمل فاشيا only تلت الحالات ممكن still remaining high pressure أكثر من 30 مليون مركري. إنما لما بتعمل complete open fasciotomy without tourniquet 0% and have خلاص you eliminate the whole pressure. يبقى زي ما احنا شايفين في الصورة دي قبل ما تعمل فاشيوتومي وانت خلاص هتعمل مثلا هنا في اللاترال كومبارتمنت you have to do this mudra fixator stabilize the fracture. كلنا عارفين الفاشيا يعني you incise the fascia وده المنظر انت بتنتهي بيه something very big. صعب قوي ان انت يعني تسيب يعني الجرح مفتوح بالطريقه دي. فاحنا بنعمل طبعا دي different compartments يعني طبعا المفروض الاناتومي معروف. بنعمل دي اللي هو الشوليس تكنيك خلاص بالدباسه زي ما احنا شايفين وده بيس ونجيب اللي هو النيرف تيوب ونحاول ان احنا to approximate يعني the edges as much as we can without any residual tension. This will help when you go back for the definitive cover. خلصت كده take the patient back for definitive cover and definitive stabilization. مفيش مشاكل you are okay there is no problem بس بلاش تعمل fixation بالطريقة دي. في يعني حاجة اسمها chronic exertional compartment syndrome. هو بس انا حطيت سلايد واحدة فقط عشان هو ده يعني a little bit sports medicine practice. التروما لان احنا في بنها تروما كورس انا اتكلمت عن acute compartment syndrome. انما السبورتس ميدسن احنا في عندنا بعض الاثليتس بالذات الرانرز والسايكلست يبقى عنده كده جراديوال انس اوف بين مع الاكسرسايز البين انكريز وفي الاخر ريستريكتنج البرفورمانس. ده بيسموه كرونيك اكزرشنال كومبارتمنت سندروم وفي الغالب بتبقى في الليج والديفينيشن بتاعه مختلف شويه. دي ابسولوت نمبرز ملوش دعوه بقى بالدايستوليك بلاد بريشر لا اللي هو الريستنج بريشر في الكومبارتمنت اكثر من 15 او immediately اكثر اكسرسايز اكثر من 30. الحالات دي في الغالب بتعامل conservatively بس في refractory cases you can do a closed fasciotomy مش محتاج انت تعمل الاوبن fasciotomy. يعني I hope ان انا يعني ما اطولش عليكم و I try to be brief and clear. يعني at the end you have to have high index of suspicion. It's a clinical thing and you have to bear in mind all what I said. Recognition is the key. And you can't confirm with pressure check. كلنا لازم نعرف نعمل وايد سايد مانوفر دي بالذات الجونيورز. If you do fasciotomy, if you are going to embark on fasciotomy, do it wide fasciotomy, not on K, and take the patient back to theater within a couple of days for further debridement, and you delay the primary closure for 5 days or so. الحقيقه قبل ما اختم معلش احنا هنستغل البلاتفورم دي انا شايف ما شاء الله عدد الحضور 140 احنا بنعمل ويبينار ايه يعني لما بنوصل ل 40 واحد بقى سعيد قوي قوي. انت طبعا ده يعني مجهود تراكمي كبير بستغله بقى. طبعا اللي معلمنا الموضوع دكتور محمود حافظ. هنروح بروفيسور ادهم الشرقاوي for this interesting talk about a very important topic. We are waiting for any questions to Professor Adham. I think we got a comment from one of our colleagues, one of the consultant in the UK. Mr. Ayman Suryal, he's praising your talk, great talk. I normally measure the compartment pressure with anesthetic machine, arterial line, manometer. Yes, I was actually going to say the same. أنا تعلمت موضوع الوايت سايد مانوفر دي في إنجلترا. يعني كان في عيان وكنت في بروبل كومبارت سندروم والكونسلتنت قال لي طيب انت ممكن تقيسه فحتى بقى اسال على مانو قال لي مانو ايه ولا تقيسه انت فما كنتش اوير بصراحه فقال خلاص هات فري واي كانيولا وبدا علمني الوايت سايد مانوفر من يوميها وانا كيف الموضوع بس نو بروبلم. يعني هو في الحقيقه انا فعلا بستعمل يعني نفس التكنيك يعني لما كنت بشتغل بقى في انجلترا طبعا بيبقى في هوسبيتالز فيها المانوتر لكن انا طبعا بيجي في شنطه فيها السب الكامل
لكن انا هنا في مصر ما عنديش كده، بس انا هنا اللي انا بستعمله فعلا هو الارتيريال لاين. هي الفكره كلها ان انا في الغالب يا اما بجيب، يعني اذا كان في حد من الزملاء الانستست او حتى الانستيك نيرس بيهلب مي بيجيب الارتيريال لاين والثري واي كانيولا وبنميجر البريشر يعني كده. هو انا شاكر جدا على المحاضره القيمه دي دكتور ادهم، دي حاجه بصراحه جميله، لان الكومبارتمنت سيندروم is one of the very important and also always missed. Unfortunately, it does not take high priority لأن طبعاً ما فيهوش أكل عيش كتير يعني، فهو يعني من الحاجات اللي هي ما بتبقاش يعني بندرسها في كل كورس وفي كل مكان، والمفروض إن إحنا نديها attention أكتر، والمفروض الترينيز يبقوا more familiar وسبيشيتهم. يعني أنا عايز إن التريني قبل ما يعمل منظار يكون بيعرف يعمل فاشيتهم، لان هو ده الاهم. المنظار is an elective case, he can refer the case to a colleague, لكن الفاشيوتومي if he is the only one and he has got a patient then he has to do it. يعني انا I had experience لما كنت when I was working in Leeds, it was a very busy trauma unit, we used to have see a case of fasciotomy almost every other day. يعني ما اعرفش probably overdoing but يعني it was that common من the number of trauma. وفي نفس الوقت هم يعني once there is a suspicion على طول فشوتهم، يقول لك you never regret، واخد بالك؟ وانا I had experience of doing six compartments fasciotomy, two buttocks, two thighs, two legs in one patient. And it's published already, okay? So people need to be aware when they have the buttock, they could also have the thigh and they may have the leg. انا مع حضرتك في دي المشكله يعني مشكلتين. المشكله في البراكتس بتاعنا يعني طبعا يعني كويت اوفن سوبرا كوندر هيومرس، طفل صغير بيصرخ بيعيط، فالجونيور از نوت اوير ذات ذس سوبرا كوندر هيومرس كان كوز يعني كومبارتمنت سيندروم وفولكنز سيبي كونتراكشن. المشكله الثانيه بقى ان احنا دلوقتي يعني في البراكتس بتاعنا في مصر معظم الجونيورز هو اي مشكله تتعلق مثلا باستر عايز يجيب هيز كوليج الفاسكولار سيرجن، هو مش واخد باله ان ده مش فاسكولار سيرجن، هو هيجي هيشوف البالس موجوده، هيعمل دوبلر هيلاقي البالس، انما ده انكريزد بريشر. فهو يقول لك لا اصل انا جبت عملت ريكويست فاسكولار وهيز اوكي. طب ليه حصل بعد كده ليت اسكيميا و و و فزي هاف تو نو اباوت ات اند زي هاف تو يعني تو بي ان مايند اللي هو الفاشوتومي والكومبارت سيندروم. وانا متفق مع حضرتك تماما. Yes, I see, sir, from your talk, Professor Mahmoud Hafiz and Professor Adham Elsharkawey, that the take-home message is that don't let the patient complain mislead you from another major disaster. Yeah, it's urgent to reach yes. the patient and to save his leg. بعد yes. كده يعني بعد كده يعني موضوع engineering بقى والnails والplates كده everyone can do it. Yes. To take the mission safe, the operating room. Yeah, let's take some questions. Excuse me, Dr. Ahmed Sheikh. No, before we go to the next question, I would like to welcome myself, our dear friend, Dr. Ayman Suryal from UK. He's a great supporter for us in the course. Dr. Ayman will have a talk from UK about the proximal femoral fracture in the lower limb course. I would like to welcome him by myself. Next question, please, Dr. Ahmed. Comatose patients, how to deal with them? يعني طبعا ما هو ده اشكاليه ده اشكاليه الكوماتوز patients اللي هو ال very little children, unconscious patients. يعني انت يعني you see the patient and you look at his compartment and it swells and you feel it, it's very hard, it's very firm, and from the amount of trauma, If you suspect that he has got some sort of, you know, bleeding disorder like hemophilia, or it's suspicion, it's, you know, it's clinical suspicion. So the trauma, yeah. the fracture, the swelling, and yani, this is where you have to measure the compartment if you are pressure, if you are in doubt. Yeah. Another question about, is there any specific types of fractures or bony injuries that you would suspect having the compartment more in it, like intramedullary nailing, plating, specific operations? Fracture and the high tibial osteotomy,
because of the anatomy. Anatomy, you know, if you look at the back of your knee, this popliteal artery, it's going to split into the posterior tibial and the peroneal. This posterior tibial artery, it runs through under a very, very stiff arch. So it's not yielding. So this is very prone to Compartment syndrome. You have the subarachnoid humerus as well. It's very prone to Compartment syndrome. These two, because you are very near to the brachial artery and stuff like that. Yeah. Question about open fractures. I think you have already highlighted this, that open fracture does not exclude Compartment syndrome, because even in the open fracture, it might open one or two compartments, but you still got other compartments that is not fully open. So it can happen. Especially this open fracture, this means that the tissues have absorbed a lot of trauma. And what damages the bone and all these tissues is a big trauma. So if there is an open compartment, the other compartments are, you know, heavily insulted by that trauma, big trauma. Yeah. I just remember one comment said by Mr. Dranagan from Liverpool. He said that the compartment syndrome is an evolving event. So when you suspect one patient, just put a red flag on him, check him every hour or two, because it will be evident in few hours. So it's just not one-time diagnosis. It's not that once you saw the patient and he's calm or he's in pain, but is not that much, and then you dismiss the pain complaint and you said he will be fine and just leave him for maybe 12 hours or so. So it's an evolving event that you should check the patient at short intervals, and then you find clear clinical picture. I agree with you, and you have to stabilize his fracture. If he has got a broken bone, and it's, as you said, it's an evolving, just try as much as you can to stabilize the fracture and just elevate his limb and, you know, keep an eye, keep a close eye on him. Yes. Yeah, in compartment syndrome of the leg, if the four compartments are involved, in which order would you go around? Or it doesn't matter? He has gone very bad luck if you have got the four compartments affected. So this is a crash injury. And everything is gone. So probably I will call for Dr. Ashab or Dr. Mahmoud Hafiz to deal with him. But if you would like to open the four compartments, you know, from the lateral incision, you can achieve both the lateral and anterior compartments. From the posterior incision, you can decompress the superficial and deep compartments. It's just important to highlight to our colleagues that posterior has superficial and deep. If you open the superficial only, this is halfway. You need to open the deep also, as Prof. Adham said. One very good question, really. It's about delayed compartment syndrome diagnosis. Is there a specific period that after this, it doesn't matter if you decompress it or not? Yeah, I think there was a graph. You have, you know, a golden, you know, window of opportunity before you have got a reversible damage to the muscles and nerves. So for the muscles, it's 8 hours, and for the nerves, it's 4 hours. So if you have got actually a delayed sort of, you know, couple of days, don't do anything. It's gonna be chronic ischemia, and later on you can deal with some sort of, you know, tendon transfers or arthrodes or so on. But, you know, if you have got sort of, you know, 10 hours, 12 hours, no, you have to do something. 24 hours, do something. But it's not like, you know, 1 week, and you would like to attack. No, leave it and deal with the sequelae of this compartment syndrome. Regarding the sequelae, Prof. Adham, I just add a small piece of information here, that if you decompress a patient who is not a true compartment syndrome, the long-term defect will be decreased muscle power, because the compartment is not enclosing the muscle anymore. But on the other side, if you overlooked a patient with compartment syndrome and then he went into it without fasciotomy, he will lose the whole function of the leg, because the nerves will not, as you said, you will go for other treatment like tendon transfers and so. I get, you know, a clinical pearl. When I do the fasciotomy, when you start, just, you know, you do your snip. If you see the muscle bulging, just increase it. But it's always like this.
But if you do your SNP and the muscle is not coming out in your face, so probably you are wrong. So yeah, that's fine. But as well, sometimes in our practice, you know, we do this fasciotomy on turns. If you are fixing in a both bone for R, just putting a couple of plates in the rails and under, you don't sew the fascia. You leave it because you are very, very worried about this compartment syndrome. So it's again, it's clinical judgment, a clinical suspicion, and it needs someone who's seen it. Yeah. And as you said, at the end of the operation, if you can close the wound, so it was not compartment syndrome. You cannot close the wound primarily at all if it's really compartment syndrome, isn't it? Yes, I think that's enough. We have 15 minutes of discussion. Thank you, Prof. Adham. Thank you, Prof. Mahmoud Hafiz. It's my pleasure. Many thanks to our beloved professors, Professor Mahmoud Hafiz, 6th of October City, and Professor Adham Elsharkawey, Mansoura City, 6th of October University City, and Professor Adham Elsharkawey, Mansoura University, for their very valuable presentations and for their sharing with their valuable presentations in our course. Many thanks to you, our dear professors. We have 2 weeks. The starting 2 weeks of the course will be about general traumatology, as we said yesterday. Then we will go to the regional, the upper limb trauma, the lower limb trauma, the spinal trauma, and then the pediatric trauma in about 3 months. See you tomorrow, inshallah, with another 2 very important lectures on presentations. First one by Dr. Srinivas Kamp-Hamti from India. He will speak about basic and applied biomechanics of trauma and fixation system. The second one from Dr. Saeed Altani from United Arab Emirates will speak about management of wound loss in fracture fixation. But tomorrow it will be at 10, not 10 p.m. It will be at 8 p.m. 8 p.m., not 10 p.m. because of the time difference between us and the India. So we have to be a little bit earlier. It will be around 11:30 in India time. So we will start at 8 p.m. tomorrow. See you tomorrow, inshallah. Shukran jazilan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Many thanks. Shukran jazilan, Ustaz. Shukran, Dr. Adham. Shukran, Dr. Mahmoud B. Okay. Shukran. 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 Shukran.